مشاهدينا للمزيد عن فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. إليك محمود. برحب بك رجائي من مدينة العالمين الجديدة، ولازلنا بنتابع معاكم كل الفعاليات المختلفة والمتنوعة في النسخة الثانية، النسخة الأكبر والأقوى لمهرجان العالمين الجديدة. وربما هذه الفعاليات لازالت مستمرة حتى هذه اللحظة بالنسبة للفعاليات التي تقام اليوم في مناطق مختلفة من مدينة العالمين الجديدة. وأيضا نتحدث عن حالة الإقبال من الجماهير وأيضا من السائحين من مختلف الدول وأيضا في مختلف المحافظات الذين يقبلون على مدينة العالمين الجديدة، خاصة في هذا الممشى السياحي الذي لا زال يشهد إقبال من مختلف الفئات والأعمار على مدار اليوم. أما عن الفعاليات التي لا زالت مستمرة، نتحدث تحديدا عن سباق السيارات الخاص بالموترويك، واليوم هو النهائي في هذه السباقات لإعلان الفائزين وتوزيع الجوائز في منطقة اليو أرينا، هذه المنطقة التي شهدت منذ انطلاق مهرجان العالمين الجديدة في نسختها الثانية العديد من الفعاليات المختلفة، خاصة الحفلات الفنية التي انطلقت على مسرح اليو أرينا، بالإضافة بالطبع إلى مهرجان الطعام، بالإضافة إلى السباقات المختلفة للسيارات سواء الموترويك الذي سينتهي اليوم بمشاركة عدد كبير من المتسابقين من مصر ومن مختلف الدول العربية، أو حتى سباقات الرالي الخاصة بالجامعات الريفي توب وغيرها من السباقات المختلفة. بالإضافة أيضا إلى استمرار الفعاليات الرياضية، نتحدث عن كرة السلة للرجال بعد المباريات التي كانت بالأمس لكرة السلة للسيدات التي شاركنا بقوة في هذه النسخة في فعاليات مختلفة. والحقيقة إدارة المهرجان حرصت على وجود المشاركة النسائية بقوة في مختلف الفعاليات. أيضا يعني كرة القدم ما زالت موجودة على الملعب الخماسي في المنطقة الترفيهية، والخاصة بوجود عدد من طلاب المدارس، وهو حريفة المدارس أو دوري حريفة المدارس. والحقيقة ملعب كرة القدم استضاف عدد كبير من البطولات، واحد ضد واحد، وأيضا برامج أو برنامج كابيتانو مصر والموهوبين من برنامج كابيتانو مصر، بالإضافة إلى أساطير كرة القدم المصرية، بالإضافة أيضا إلى المسرحيات التي لازالت مستمرة، نتحدث عن مسرحية البنك سرقوه للفنان أشرف عبد الباقي، بالإضافة إلى مسرحية دكان الأحلام على المسرح الروماني في المدينة التراثية. ولازالت المدينة التراثية أيضا ستستقبل خلال هذا الأسبوع العديد من الحفلات الفنية المختلفة، سواء للفرق التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة أو حتى كورال الشباب، كورال الجامعات من مختلف الجامعات المصرية الذين لا زالوا يشاركون في مختلف الفعاليات في المنطقة الترفيهية، وأيضا الفعاليات الرياضية بمشاركة عدد كبير من طلاب الجامعات، وهذا في إطار التعاون بين وزارة التعليم العالي والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وحرصها على مشاركة كل الفئات وكل الأعمار في هذه المسابقات وفي هذه الفعاليات المختلفة. وربما كنا نرى هذا التنوع في حفلة كايروكي وتوليد بالأمس في اليو أرينا التي شهدت إقبال كبير من الجماهير من مختلف الأعمار، بالإضافة أيضا إلى ماراثون الجري الذي شارك فيه عدد كبير من المتسابقين ومن اللاعبين التابعين لوزارة الشباب والرياضة. وكل هذه الرياضات أو كل هذه الفعاليات الرياضية ستستمر معنا على مدار هذا الأسبوع، وربما سيكون هناك العديد من المفاجآت في الأسبوع الأخير، خاصة أننا الجمعة القادمة سنستقبل حفل كبير لويجز في منطقة اليو أرينا، فبالتالي هناك حالة من الإقبال على الفعاليات المختلفة والمتنوعة في مدينة العالمين الجديدة، خاصة في ظل تقديم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كل الخدمات والتسهيلات للمواطنين في عملية الانتقال والإقبال على مدينة العالمين الجديدة، سواء بأتوبيسات النقل الذكية الكهربائية الموجودة داخل مدينة العالمين والتي تتجول في مناطق مختلفة للتسهيل على المواطنين في الوصول إلى أماكن الفعاليات التي تقام فيها بها فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، أو حتى بوجود بعض الخدمات الأخرى الخاصة بسيارات الإسعاف والتأمين المختلف الذي رأيناه في ماراثون الجري وأيضا اليوم في موترويك في سباق السيارات. فكل التفاصيل الصغيرة والكبيرة تهتم بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ليكون هذا المهرجان لائق بكل الجماهير وبكل الحياة الجنسيات المختلفة التي تأتي إلى
مدينة العالمين الجديدة، وربما كنا نرى هذه الجنسيات بالأمس من تونس ومن فلسطين والذين يعبرون عن مدى جمال مدينة العالمين الجديدة. نعم. فيعني مهرجان العالمين الجديدة لازال يواصل رسالته بتسليط الضوء على واحدة من أهم المدن السياحية الهامة، وبالتأكيد سنتابع معكم كل الفعاليات القادمة في مهرجان العالمين الجديدة. عودة إليكم مرة أخرى. أشكرك شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري الزميل محمود، أشكرك شكرا جزيلا. هذه الرسالة الوافية من العالمين الجديدة.